مرحبا مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج النهار الانتخابي. هي المحطة الأخيرة المباشرة بالبرنامج قبل دخولنا مرحلة الصمت الانتخابي وبدء العد العكسي لفتح صناديق الاقتراع، بدء حبس الأنفاس وصولا للنتيجة المترقبة يلي فيها رح يحسم اللبنانيين خياراتهم ويقولوا رأيهم بصندوق الاقتراع بعد أشهر من الأشهر وأشهر مديدة من معاناة غير مسبوقة وانهيار غير مسبوق في التاريخ اللبناني. بهيدي الحلقة رح نسلط الضوء على دايرة بيروت الأولى. بيروت الأولى يلي اليوم هي من أكثر أجزاء العاصمة اللي بتحمل أثار وجع انفجار المرفأ، بيروت الأولى اللي فيها كل هالموزاييك والتشبك والمعاني الغنية بالسياسة، وأيضا من ضمن إلى جانب الأحزاب التقليدية التاريخية وجود لافت ومؤثر لقوى التغيير يلي كمان عم بيكونوا موجودين مش بلايحة موحدة بأكثر من لايحة. رح نستضيف معنا بهيدي الحلقة السيدة ندى صحناوي من بيروت مدينتي والمهندس زياد أبي شاكر من لوطني. أهلا وسهلا فيكم باستديو النهار. كيف المعنويات قبل ساعات أخيرة من فتح الصندوق؟ معنويات منيح، خاصة نحن كل يوم ننزل على الشارع ونحكي مع الناس، وكتير حلو الحكي مع الناس بيغني، بيعطيك نظرة وبيقويك يعني بيقوي لك همتك انه ليش انت عم بتخوضي هيدا النضال. زياد كمان اكيد معنويات كتير كتير منيحة. بعتقد الانتخابات المغتربين عطيتنا بوست كتير قوي. انا كتير عم بتفاعل مع الناس ومع الناخبين اونلاين كمان، لانه عامل البروجرام الانتخابي منه شيء هيك شعر معسول ومخلوط باللبن والعسل، يعني عاملين اخذنا ملفات معينه وعم نجيب خبره وبنحكي انه كيف بدنا نحل المشاكل. بقى كثير الناس تفاعلت معه. عم نحكي هون بالموضوع البيئي تحديدا؟ لا لا، عم نحكي بكل المواضيع واكثر واكثر من موضوع. صرنا عاملين شيء 11 موضوع على كل حال. يعني كمان في الصور الفايرل اللي راحوا كمان لك انت وعم تشتغل بالريجاريت وين ما كانوا لما كانوا عم ينسرقوا في هيدا المشهد، والى جانبه كان كمان بدنا نتذكر بيروت مدينتي اللي سجلت بالانتخابات البلديه من فتره كمان الانجاز اللي شكل كمان نضال طويل من هو كمان كان فاتحه اعتبر وقتها لقوى التغيير. بس انا السؤال الصريح للي هلا عم بي يعني ليش ما توحدتوا؟ يعني بدنا نخبر الناس اليوم لو كانوا هالليحتين موحدين كان الخيار رح بيكون بالنسبة لقطار أسهل وما كان في أصوات رح تتشتت. انتو بتعرفوا كتير منيح مين عم بتواجهوا قديش قوية أساساً الأطراف للي عم بتواجهوها. شوف شو ليك الصراحة، أول شيء الأطراف اللي عم نواجهها مانن كتير قوية. هيدي الهيلو يلي بيعطوها لحالهم انه هن كتير قوية وكذا، وأصلاً هن مش موحدين، وبالعكس هن بلشوا ينزلوا قدام بعضهم حتى يبلشوا يقشطوا بعضهم. نحن بنعرف ببيروت الاولى انه في كميه من الاصوات هيدي شو ما عملتي لهول بيتناتشون الاحزاب السلطه. اوكي؟ بس في كميه كثير كبيره من الاصوات اللي 67% يلي ما شاركت بال 2018 اللي هي تقريبا شي 100,000 ناخب. اذا جيت اعتبرتي انا نصهم فل، بعد في عندك 50,000 ناخب. هول ال 50,000 ناخب اذا نزل 10,000 منهم ينتخبوا تغيرت كل المعادله. دونك هيدي واحد. بموضوع ليه ما توحدوا وليه ما بيتوحدوا كذا، بتعرفي هذا كثير انطرح هذا الموضوع، وانا هيك من حشريه شخصيه رحت صرت اقرا شوي، ارجع اقرا شوي التاريخ. انا في فتره كنت كثير كثير متاخد بالثوره الفرنسيه، بس هذا بحكيكي من شي 20 30 سنه، يعني كان بعدني بالجامعه. الغريب بالثورة الفرنسية انهم مش بس من بعد ما اتفقوا انهم يقوموا على الملك ولقطوا للملك وقطشوا له راسه وقتلوا له عائلته، بس شو صار بعدين؟
بعدين انقسموا فريقين كبار جيروندان وجاكوبان، وصار في مثل حرب أهلية بين بعضهم، راح 10,000 قتيل. طيب نحن هون قاعدين كنا عم نمزح وكذا. الطبيعة البشرية سينورمال انك ما تتفقي على كل شيء، مشان هيك اخترعوا الانتخابات. الانتخابات شو اخترعوا؟ تما الناس تقتل بعضها. كل واحد يكون عنده بفتكر ديانا شو مكرتك؟ بفتكر يعني لازم اول شيء نركز انه الانتخابات نهار الاحد، لازم نركز ونقول لهم للناس ينزلوا بكثافه، هيدا اهم شيء. ثاني نقطه نرجع نذكر انه هيدا القانون نسبي، يعني كل اللوائح فيها تاخد حاصل، بشرط انه ينزلوا الناس يقترعوا بكثافة، وخاصة لما الناس بتقترع بكثافة بتخفف ضغط الغش، لأنه لسوء الحظ نحن كنا عم نطالب من أشهر طويلة أنه يكون في هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية لا إدارة الانتخابات، وبعدنا رح نضلنا نطالب. لكن اليوم وزارة الداخلية هي المشرفة على هيدي الانتخابات، وبتعرف اليوم قديش في ميل انتخابي، قديش في عم بيكون في رشوة انتخابية، وهيدا كيف المواطن بقدرته بصوته بحريته في يكافح هيدا الشيء بكثافة التصويت. ضروري المواطنين ينزلوا بكثافة يصوتوا ويعطوا كلمتهم، يعني الانتخابات مرة كل 4 سنين، ضروري ببيروت يعني وبلبنان كله يكون مثل الدياسبورا، الدياسبورا بكبروا القلب صحيح حقيقه كيف نزلوا بقوه. نعم نحن متوقعين حيصير هيك كمان، يعني هال اللي كانت عم تقوله ندى انه هالاوفر حماس تبع المغتربين، هذا رح نشهده نهار الاحد انا باكد. يعني متوقع مفاجاه او مشاركة او رقم مشاركه كبير هيدا، وهو اللي بيصنع المفاجاه او الصامته، يعني الناس ما عم نشوفهم هلا برايك باستطلاعات الراي او الاحصاء؟ انت عندك ثقه باستطلاعات الراي داخلي؟ في تفاوت ممكن هي تعبر الى حد ما، يعني ولا مره كان في الحقيقه. الحلو بهيدا القانون، الحلو بهيدا القانون في انكونو بالايبوتيز تبعك، هي قديش رح يشارك عالم. يعني اليوم تبني كل التحاليل تبقولك على قديش بده يشارك عالم، ما حدا بيعرف قديش رح يشارك عالم الا ما يشاركوا هالعالم. يعني مشان هيك كل استطلاعات الراي بهيدا القانون بالذات، بهيدا القانون بالذات، لانه يعني اليوم اذا فات 5000 ناخب زياده على برموا المعادله كلها، وخاصة عم نحكي عن حاصل يعتبر صغير نسبيا من أوطى الحواصل بلبنان، مشان هيك ضروري المواطنين يعني يوثقوا بأنفسهم وينزلوا يقترعوا، يعني هيدا أهم شيء اليوم. ندى مفيدة نحكي كمان شوي على تجربة بيروت الثانية اللي خاصة كمان ببيروت مدينة فيه، وين ما انسحبتوا أنتوا كرمال يكون في حظوظ أكبر للائحة بيروت للتغيير، كرمال هيك كان السؤال. نحن أخذنا هيدا القرار بالجمعية العمومية أنه نوقف المكنة الانتخابية بيروت الثاني، هو قانونياً ديانا ما قلك حق، ما فيك انسحابات، يعني تسكرت مهلة الانسحابات. الجمعية العمومية أخذت قرار توقف الحملة الانتخابية بيروت الثاني. ليش؟ لأنه تبين لنا اليوم أنه لازم ما نساعد الأصوليين وبالتحديد حزب الله أنه يحصل على حاصل زيادة. هيدي بالنسبة لنا تضحية، وهيدا كان مؤلم، قرار مؤلم جدا اللي خلينا ناخده. بس نحن ما بنشتغل لا لأشخاص ولا بنشتغل لبيروت مدينة، بنشتغل لمصلحة الوطن العليا. وهيدا القرار أخذته الجمعية العمومية تضحية من قبل بيروت مدينتي، لأنه المصلحة العليا بتقتضي هالشي. بالنسبة لبيروت الأولى بتصور رح تسأليني ليش مكملين، مكملين بقوة بيروت الأولى رغم الإشاعات اللي توكلوا بعض الجهات يخبروا دياسبورا انه نحن منا موجودين. بقى كمان وقفنا الحمله بيروت الاولى، يعني صار في حمله يعني ضد بيروت مدينتي كثير قويه، وزياد ما له علاقه فيها شخصيا حتى اقول هون بريء منها، بس في جهات يعني توكلت بهيدي الحمله. قصدك انه جهات لوطني تحديدا؟ ربما وغيرهم، مش بس لوطني، توكلوا انه يقولوا، يعني يقولوا للناس انه نحن مش موجودين.
هلا في منهم يعني بهاجس انه الدوغما توحدوا توحدوا، وفي منهم بهاجس يعني منه كتير هالقد نبيل يعني. خلينا نقول نحن مكملين بيروت مدينتي لانه بالنسبه لنا مهم انه اللايحتين ياخذوا حاصل، خاصة انه الحاصل الثاني اللي نحن راينا بدك ما تاخذني زياد يعني اللي كل الدراسات اللي بين ايدينا الخبراء الانتخابيين بيقولوا الحاصل الثاني اذا لائحة زياد اخذت حاصل ثاني مش للمقعد الماروني، هو لمقعد الاقليات. والمقعد الاقليات سالت ليش ما اتفقتوا، الشخص المرشح من قبل لوطني على مقعد الاقليات بالنسبه لنا ما بيقطع معايير لا 17 تشرين ولا السيدة ولا, ولا 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 بيقطع معايير للتغيير ولا 17 تشرين ولا بيروت مدينتي. هلا هن احرار يعني كل واحد حر بخياراته. ما فينا كل واحد ما فينا نشهر بالناس وهن منهم موجودين هون. لا هلا هي بس خليها بس عم بعطي رأينا لانه هلا هي ما قطعت بالمعايير تبعهم، يمكن في معايير ثانيه بتقطعها فلاين كولرز. يعني انا ما قلت ما قطعت معايير الكوكب الارض والمريخ، قلت ما قطعت يعني انا بفتكر ديانا الحقيقه ملك الناس، اوكي هاي الحقيقه ملك الناس، هيدا اللي صار. يمكن هيدا الشخص عظيم لكن بالنسبه لمعايير التغيير 17 تشرين وبيروت مدينتي بالنسبه لنا ما 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 في يعني ما في تطابق بالنسبه للمعايير، وما حسينا فينا نقعد بلايحه الحاصل الثاني الارجح. يعني احنا بنتمنى انه زياد يعني يكون هو اخذ الحاصل الثاني، بس كل الدراسات بتقول انه مش مقعد الماروني هو اخذ الحاصل الثاني، مش هيك ما فينا نحن نعطي تغطيه لشخص منه قاطع المعايير يفوت على البرلمان. هل قد ببساطه كامله وبصراحه كامله الحقيقه ملك الناس. يعني هيدا الموضوع مقعد ماروني يعني رح ياخد الحاصل الثاني، بس المقعد الآليات رح ياخد الحاصل الثالث. ورح نفوت بالرابع. انا حماسك يا زياد هلا بنظري على الرابع. هلا اليوم موضوع المعايير عمل جدل، بدي ارجع عامل تركيز على موضوع كل الدراسات بتنعمل وكذا سبيكولاتيف، يعني اليوم بياخذوا انه شاركت 38,000 وكذا. عم بقول لك 5000 ناخب جديد بغيروا بالمعادله، هاي الايكواسيون كلها بتتغير. بدي اتفق مع زياد بهالنقطه انه ينزلوا الناس بكثافه واللوائح التغييريه كلها بتاخذ حواصل، يعني هيدا اهم شيء يوثقوا بانفسهم وينزلوا. طبعا على فكره سوري، معهد الاقليات منه جارانتي للمعارضه، انتبهوا. عم نحكي فيه في الاحزاب، عندها احزاب في احزاب قويه عندها، وبعدين عم يشتغلوا يروحوا يصبوا لناس، يعني ما تتفاجئوا اذا القوات اخذوه لمعهد الاقليات مثلا. صح، بس كل موقف لائحة زياد بتمسك بهيدا المقعد، وهن ما عندهم مرشح، يعني التمسك لهيدا المقعد حتى يعطوه لري لبنان على اساس دراساتهم هن انه هيدا المقعد هو المقعد الثاني اللي فات على البرلمان، مش هيدي مش دراساتنا، هو دراسات التحالف اللي انت قاعد معه زياد. وهن يعني في كثير اشاعات انه بيروت مدينتي قصمت التحالف، الحقيقه هو موقف لائحة زياد يعني بالتشدد بانه يكون هيدا المقعد لالون لري لبنان، يعني هيدا اللي صار. وثاقبت هيدا الشخص، نحن قلنا يعني خلي احسن شخص ياخذ هيدا المقعد، ما عندنا مشكله. المشكله انه هيدا الشخص بالتحديد اول شيء رفض يكون في معايير، انه معايير وبعدين مناظره، رفض ينعمل على هيدا المقعد، هيدي اول نقطه. والشخص هيدا حتى يكون في هيك توافق ما في، ما عندنا قدره نحن نقدر نتوافق عليه لانه مثل ما قلت ما بيدخل بالمعايير اللي نحن حاطينها. وهن متمسكين بهيدا المقعد لانه دراساتهم، يعني يمكن مش انت زياد بس دراسات المجموعه اللي انت معها كانت يعني صلبه مثل الحجر، انه هيدا المقعد فايت على البرلمان وهيدا مقعد الون، ما في يعني ما حدا بيقرب عليه ومقعد الون لري لبنان يعني. ايه بس في نقطه كمان اليوم كمان، طب ليش بيروت مدينتي ببيروت الثاني ما عملوا لائحه موحده مع بيروت التغيير مثلا؟
لا هلا بقول لك ليش كمان. لا ايه بس انه كمان ما فيكم تطلعوا انتم بتختلفوا هون وبتختلفوا هون يعني علقوا يعني بلحظه معينه. ليك التعليق اليوم كافر بكره رح يجيهم اصوات يعني اليوم خلص اسمهم انطبع على لائحه الانتخابات الليستا تبعهم مدينة ببيروت الثانية نزلت على الكراسات ورح تكون موجودة وفي ناس رح يجوا رح يشوفوها ورح يكون في ناس. جاوب على هيدي النقطة بلايحة بيروت الثانية كمان بيروت مدينتي اعتبرت انه المسار الديمقراطي انرفض. نحن كمان قلنا ذات الشيء ومن اشهر انا في ايميلات طالعين من عن بيروت مدينتي وموجودين اللي نحن بعتنا المسار اللي هو المعايير وثم مناظرة قدام اشخاص مستقلين. كمان هيدا من قبل ببيروت الثانية وكمان في عدة اشخاص كمان ما بيقطعوا بالمعايير. هيدا اللي صار يعني. هي هون جدل المعايير يلي كان كمان أثير كتير الجدل حوله وحكي الكثير حتى فيما يتعلق أيضا بالمقعد الماروني. بل هل المعايير موحدة؟ ما هون المشكلة يعني اليوم ما فيك تيجي تقولي بدي أعمل مناظرة على المعايير إذا ما عندنا كل المجموعات عندها نفس المعايير ونفس زياد بعد معلش للحقيقة ولا التوثيق ولا التاريخ. بكرة كله هيدا بينفتح وعنا كله موثق. أنا الحكي اللي عم بقوله موثق. بعتنا لجميع المجموعات بما فيه هون المجموعة اللي أنت قاعد معها وما صار في اعتراض على وأنا يعني شخصيا تلفنت لواحد واحد قل لهم رجاء اطلعوا على المعايير اللي احنا بعتينهم، اطلعوا على طريقة المناظرة، عدلوا فيهم بطريقة تكونوا انتم مرتاحين. مثل ما عم بيقول زياد ضروري كل الافرقاء لما انت بتفوتي بمعايير ومناظرة لازم تكوني انت مرتاحة والشخص اللي مقابلك مرتاح. تكون على نفس صح يعني زياد هيدا زياد هون لما بتروح تلعبي ماتش باسكت لازم يكون متفق الكل على انه الملعب ايه وبيكون الملعب نفس المستوى عند الكل. نحن عملنا واجباتنا وبعتناه هون وقلنا رجاء عدلون وشوفوا شو اللي ناقص شو اللي بده زايده شو اللي بده تنقيص. يعني عملنا واجباتنا رجعت في لحظه شوي. هل ايتوبي انه لازم كلنا نكون متوحدين؟ هيدي ضد الطبيعه البشريه. اليوم دور الانتخابات هي انها تفرز قيادات جديده اوكي وتبرهن وتبين كل مجموعه قديش حجم التمثيل تبعها. طب مش نهاية العالم هيدي يعني شو هيدي بالعكس هيدي منافسة شريفة بتكون انه كل حدا يعرف حجمه. هيدي خبرية انه عم تاخدوا اصوات وتشتتوا وما بعرف شو هيدي بعتقد حدا من جماعة السلطة علبة وكبة مش لا حولي هيدا يمكن سؤال مشروع. انا متفقة مع زياد هون في داغم بهيدي القصة وخاصة المنسقين تبع الدياسبورا لقطوها هيدي القصة ويعني سوقوا لوايح مثلا مش موجودة فيهم بيروت مدينتي لأنه هني نرعبوا من هالقصة أنه لا صرتوا اثنين الناس اللي قاعدين بالاغتراب ما رح يعرفوا يصوتوا كأنه الناس كأنه فكروا على أنه المصلحة يمكن أن يكون في لسة واحدة نيتهم طيبة بس اعتبر مدينتي فيها تقول هي كمان ندو يعني فيكم تقولوا أنتوا وين بريزانس مدينتي لا بس سبقونا لأنه هني يعني أسبق منا بالإعلام بس على حال ببيروت اليوم الناس عارفة أنه نحن ما بقى في مشكلة ببيروت أبدا بس اللي عم بقول يعني اعتبروا أنه المغتربين كأنه قاعدين بضيعة يعني ما شايفين مثل ما عم بقول زياد أحزاب تتنافس أحزاب معارضة تتنافس اللي هو شغل كتير طبيعي مشروعة طبعا وعملون كأنه هن كلهم قاعدين بالضيعة مش ضايعين طالعين من الضيعة وفي زعيم الضيعة اللي هو بده يقول لهم لمين بدكم تنتخبوا بدل ما يعطون يقولوا لهم هول اللوايح في كليت لوايح مثلا تغييريين خلينا نقول بهيدا المنطقة وهيدا الباك جراوند هيدول مين هن الأشخاص هيدا تاريخ الأشخاص إن كان تاريخ السياسي أو التاريخ الأهالي. أنا بس بدي أختم هيدا مين زعيم المعارضة؟ في زعيم للمعارضة؟ ما في زعيم للمعارضة بس بينما هنيك كل حزب عنده الزعيم تبعه هيدا الجدل المعايير بظن في كتير كمان مراقبين عم يحكوا ما بعد 15 أيار يمكن وقت بيكون
يفهمون انه تنفتح الدفاتر ويصير في نقد مزبوط للتجربه بكل اخفاقاتها. انا مني وعلي بعد 15 ايار بموضوع المعارضه مش معايير بينعمل بري الكشن صح بينعمل ايه بينعمل مثل ما بيعملوا باوروبا مثل ما بيعملوا بامريكا. زياد اليوم المعركة بدايرة مثل الأشرفية بيروت الأولى بغير مش حلو خلص خلينا نظهر من اللكسيكون الحرب لنا معركة ولنا حرب ولا رح تخلص الدنيا ولا شيء. هي محرقة نحن البلد الوحيد الشرق الأوسط كانوا قبلك بالاستوديو إذا كان قوات أو تيار كان لازم تسمع الخطابات السياسية. ما أنا نازي اسمع نحن اسمح لي هيدي أشرف منافسة بتصير للبلاد الراقية. بالبلاد الراقية بيعملوا انتخابات لما يقتلوا بعضهم. هيدا المجتمع اللي بيرقى هو المجتمع يلي ديانا هي عاجبها حدا وبدأ انه هو او هي تمثلها وندى عجبها حدا تاني وانا عجبني حدا تالت وكيف نحن بنشتغل بهالمسار الديمقراطي فينا نشيل هلا هي محطة نضالية بالنسبة لنا الانتخابات محطة نضالية عم نكمل عندنا برنامج ببيروت مدينة مفصل وشامل ودقيق لا انقاذ البلد اوكي مشروع انقاذ سيادة حابين نفوت هالمشروع على هذا مثل ما نحن عندنا بروجرامنا مثل ما بيروت التغيير عندها مثل ما توحدنا هلا اليوم الانتخابات عم بتصير على معارك او هلا رح نفتح كلمه معارك مع انه صارت بالادب الادبيه على منافسات سياسيه وعلى يعني في عم بيكون عندنا ادبيات وفي شعارات كبيره لهيدي المعركه على راسها موضوع سلاح حزب الله المحور الإيراني وهذا الصراع اللي صاير عم بيكون بين محورين وقوى التغيير هن عم بيكونوا في الوسط بالنسبة لكتار. بدي أعرف منك بهذا الموضوع لما عم نشوف هالسقف العالي تنقول من القوات اللبنانية حتى من الكتائب اللبنانية بمواجهة تنقول التيار الوطني الحر بها الملف لهالقد استراتيجي وأولوية لألهم أنت وين يعني كليحة وين تموضع هذا الملف بالنسبة لألكم؟ أنا شخصيا أو كلهم يعني كلهم له أسبقية كلهم يعني كلهم هيدي بعتقد صارت بروفن ومثبتة وواضحة لكل الناس اللي بدها تشوف مزبوط ما بدها تتخبى وراء اصبعه. انا شخصيا انا ماني مصدق انه القوات هن قادرين يوقفوا بوش حزب الله. هيدي بكل صراحه تقليك ليش؟ لانه انا لما قررت فوت بالانتخابات بنيت البروجرام الانتخابي تبعي على ركيزتين انه هول اذا ما عملنا هول اثنين ما فينا نعمل شيء، كل شيء بنكون عم نعمله بيكون رايح طيعان. قانون استقلاليه القضاء والاستشفاء للكل حتى هيدا المجتمع إذا مريض خايف يمرض لأنه بده يشتغل 4-5 أشهر طيب بس يسكر فاتورة المستشفى هيدا ما في يكون منتج هيدا المجتمع. بس قانون استقلالية القضاء غصت فيه كتير وقعدت مع المفكرة القانونية وشفت كل الديتايات تبعه وكيف بيشتغل وليش بيشتغل. أوكي؟ مين استلمه؟ مين استلم اقتراح القانون؟ لجنة الإدارة والعدل. مين بيرأس لجنة الإدارة والعدل؟ جورج عدوان من القوات اللبنانية. كم نايب من القوات اللبنانية معه؟ معه اثنين، جورج عقاس وواحد كان اسمه من بيت المعلوف. كم واحد لحركة أمل فيه معه بهاي اللجنة؟ 4. كم واحد من حزب الله؟ 2. قعدوا مع بعضهم 3 سنين و3 أشهر. فرغوا اقتراح استقلالية القضاء من أي معنى كانت عطيته المفكرة القانونية. 3 سنين هولي مش ضد بعضهم يا جماعة، هولي لكي الميليشيا من هاي الميل بدي هالخطاب عم بتحس عم بيقنع بالشارع. ما بدي اقنع حدا، انا ما بدي اقنع حدا لما تسأل، بس انت مرشح بدايرة بمناطق هيدا الحزب عنده حظوة او هيدا الفكر عنده حظوة فيه بين الناس بس مش ضروري هيدا الفكر تكي بس ندوب فيك رح ننتقل عندك هيدا الفكر
هيدا الفكر انت فيك تسوقي تتجيشي غرائز العالم، فيك تحكي شو ما بدك، هلا انا شو بدك، هلا بنعمل مشكل انا وياها تنحرك غرائز الناس. ليكي هيدا الخطاب تحريك الغرائز، اوكي خلص البلد منهار، البلد منهار. لما ليش الميليشيات ما بيحرضوا جمهورهم الا يا بخطاب ديني يا بخطاب حربجي؟ طيب شفتي لك شي واحد منهم حرضهم انه تعخي انا عندي بروجرام اقتصادي كلكم رح تشتغلوا، رح جيب لكم الكهرباء، اولادكم رح يرجعوا، رح نرد لكم مصرياتكم، رح لا ما بيحكون الا بخوفون من هيداك دينيا او بخوفون من هيداك حربجيا. اوكي ديانا، المشكله باحزاب السلطه اللي هن حقيقة رافضين الإصلاح، وهيدا القانون استقلال السلطة القضائية اللي عم بيحكي عنه زياد، هيدا قانون مؤخرا نوضع بلجنة الإدارة والعدل، في قانون قبله من 97 كمان قانون شامل، هيدا اللي أنت عم تحكي عنه قانون استقلال السلطة العدلية، هيداك عدل إداري مالي، من 97 حطينه بجرور. اللي بده يبني دولة حقيقة وبده سيادة لازم يعمل إصلاحات حتى يقوي مؤسسات الدولة، يقوي دولة العدالة حتى الناس تقدر توقف وتقاوم. شو الفرق نحن بيننا وبين أحزاب السلطة، بين بيروت مدينتي وأحزاب السلطة؟ نحن برنامجنا تغييري سيادي، وهيدول يعني بالنسبة للسيادة وسلاح حزب الله والهيمنة كمان هني ما فيهم يوقفوا، لأنه نحن مثلا عم نقول مش بس تطبيق كل القرارات الدولية بالنسبة للبنان، كمان لازم يكون عنا دبلوماسية سيادية، ضروري يكون في دبلوماسية سيادية. شو معناتها؟ معناتها بدك تقولي مش بس للإيرانية أنه هني عم يتدخلوا ويدمروا مؤسسات الدولة، يدمروا لبنان، بدك توقفي مع يعني بوجه الأصدقاء يعني الولايات المتحدة والأوروبيين وتقولي لهم إذا أنتم حقيقة أصدقاء ضروري تضغطوا على إسرائيل ينسحبوا من مزارع شبعة، لأنه هيدي زريعة يعني بتقوي حزب الله. ضروري كمان نقول للأصدقاء الولايات المتحدة والأوروبيين ما فيكم تحطوا سقف، يعني تعملوا سياسة إسرائيل وتحطوا سقف على تسليح الجيش اللبناني. نحن واجباتنا كلبنانيين، واجباتنا الوطنية أن الجيش اللبناني يتسلح لأقصى درجات، يعني ضروري هيدا يكون مطلبنا. والأشخاص القيمين على الدولة من بعد ما يعني من بعد الحرب الآلية بملفات الفساد ما فيهم يوقفوا قدام حيلا حدا من القوى الخارجية ويقولوا لهم نحن موقفنا سيادة، بدنا تسليح للجيش لأقصى حد، لأنه لاقطين عليهم عشرات الملفات. وشوفي هلأ شو صار بترسيم الحدود 29 و 23، كيف هيك تراجعنا رغم أنه في لجنة قيمة بالجيش اللبناني عم بتقول لهم لا هيدا نحن لازم نفاوض عليه الخط 29. تخلينا عن 1400 كيلومتر مربع، يعني أربع مرات مزارع شبعة، عطيناهم هيك بضربة قلم لأنه بدنا يعني نبيض صفحة جبران باسيل عند الأمريكانيين. يعني اللي فاسد جوا واللي ما بده يعمل إصلاحات جوا ما في عم يكون سيادة. مش هيك نحن أنا بقول نحن حقيقة بيروت مدينتي السياديين الحقيقيين، ولأنه نحن عنا مشروع تغييري غطاء صحة شاملة، نحن متفقين يعني على النقطتين أساسيتين، واستقلال السلطة القضائية الإدارية المالية والعدلية شاملة، ومشروع سيادة، هيدول ركيزتين أساسيتين. ما فيك تعملي وحدة، إذا قلتي وحدة بيكون مشروع عاطفي وبروباغندا وعم نضحك على الناس، يعني ما في مش حقيقة مش حقيقة. زياد بمطرح اليوم 17 تشرين كانت عم تملأ الساحات، وإذ وصلنا لفضية الساحات وصار في إحباط كبير بأشهر طويلة ومديدة قبل الانتخابات، اليوم مع الانتخابات عم نشوف المهرجانات الحزبية، عم نشوف الحشود الغفيرة اللي عم بتكون موجودة فيها، وعم نشوف قدرة التعبئة. ف هل بتشوف انه ب 16 ايار معقول نفتح عيوننا على مشتات الجرايد انه اللبنانيون اختاروا الاحزاب مره جديده بشكل طاغي بشكل اختاروا الاحزاب لانه عندك كان شوي تفاؤل يمكن ربطا بخصوصيه الدائره، بس بشكل عام شو شايف بهالموضوع؟
هدول الحشود اللي بتشوفون عند الأحزاب ما هو هن زيتون يلي هن عايزينهم يلي هن عندهم يعني هول المواطنين يلي بيردوا بوظيفة بيردوا بكرتونة إعاشة بيردوا بشي بيردوا بشي بمئة دولار من هون بشي كذا من هون هول منهم هول مش الماس تبع الناس. انتبهي دايما عندك أكثر من 60% ما عم بيشاركوا بالانتخابات. لما عم بتقول كلنا منربح إذا الناس نزلت وشاركت هيدي ما تنغش بأبهيات المهرجانات تبع يلي بينقلها الإعلام تبعهم. اليوم كل حزب عنده التلفزيون تبعه كل طائفة عنده التلفزيون تبعه. شو الرسالة لهالناس يلي هول المعتكفين المعتكفين كيف ينزل المعتكفين اليوم مفتاح الحل بايدهم هني بس خاطبهم زياد شو بدي خاطبهم عم سرقلنا شهرين منقول كل هيدا القانون واقف على كبر عدد المشاركين فينا نشيلهم كلهم هود الجماعات فيهم كثير بيتحجموا للنص وهول الجماعات ما لهم مصلحه. اوعى حدا يفكر اذا رجعت الاحساب انه في اي جهه دوليه عندها ثقه تعطينا دولار واحد لنصرف اذا رجعت هيدي المنظومه. بس هي يعني حسب ما عم يبين وحسب ما عم ينشاف انه راجع يعني اليوم بيطلع الامين العام لحزب الله يعني الرسائل واضحه انه هو نوابه مأمنين يعني رح يرجع بيانه بنقول هلا هن عندهم هن عم بيستعملوا وسائل ترهيبيه بمناطقهم عم يستعملوا وسائل ترهيبيه واضحه الامور. في ناس يعني في عنا اصدقاء لنا نازلين هن بالمعارضه يعني بيجوا بيقولوا لنا انه عم بيجوا الناس يقولوا لهم يا خينا احنا رح ننتخبكم ما تجوا لعنا رح ننتخبكم بس يعني زياد عنده يعني في نوع من التفاؤل والترقب لقد ايه الفئه الصامته يلي رح بتكون عم تتوجه على صندوق الاقتراع ب 15 الشهر. يعني نحن املنا كبير اول شيء انه ينزلوا بكثافه الناس لانه هيدي الفرصه حتى يدلوا بصوتهم وبارادتهم. شو المشروع اللي بدهم اياه؟ يروحوا يصوتوا للمشروع حقيقه اللي بدهم اياه. يعني في إمكانية يصوتوا لمشروع تغيير السيادة ويروحوا ينتخبوا بيروت مدينتي النهار الأحد. في مشكلة أو الوطني to be fair في مشكلة حقيقة الناس ركعون يعني الناس في بطالة 30% يعني ضربت باثنين 30 وين صرنا 40% بطالة اليوم يعني. الأرقام هلأ قريتها الصبح الناس يعني الوضع كتير مؤلم كتير موجع. في ميل انتخابي عم بيشتروا أصوات. أنا بدي أقول للناس خدوا مصرياتهم وصوتوا ضدهم يعني هيدي الطريقة الوحيدة لأنه أول شيء هيدي رشوة انتخابية غير قانونية يعني هيدي مخالفة للقانون. لكن نحن ما عنا هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات حتى الدين يعني تراقب هيدول أعمال وتدينهم. نحن موجودين قدام ناس عم يرشوا قدام أحزاب عم ترشي. الطريقة الوحيدة أنه الناس ما يقترعوا لهم يعني ما يصوتوا. بتعرفي كمان المعتكفين منهم عايزين المئة دولار تبع الحزب منهم عايزين. هول المعتكفين كانوا معتكفين لأن ما كان في حدا بنديلهم في بمطرح يأس من التغيير. أكيد كمان أكيد التغيير صعب في قلة ثقة حتى قلة ثقة بالمجموعات التغييرية اللي بتطلق عنا تغييرية. صحيح أنا كل الوقت قلة الاتفاق قلة الثقة. السلطة ما إلها مصلحة كمان تكب لوايح لناس يعتبروا أنهم هن تغييريين مثلا كمان تيلعبوا لعبة تدويب الأصوات ما بتصير هيدي. ببيروت الثاني في 11 لايحة ليه؟ وهذا حكي أثير من تفريخ المجموعات بشكل كبير تشرين من 17 تشرين كمان. على كل حال أنا ما فيك تكذبي على الناس بتكذبي مرة بتكذبي مرة هيدي آخر رسالة لأنه الهواء بيقولي خلص ما فيك تضلك تكذبي على الناس. الشمس طالعة والشمس شرقة والنور ساطع قدام الكل. اليوم نحن عنا ساعة كهرباء بالنهار. اليوم نحن عملتنا الوطنية صارت ممسحة اوكي. اقتصادنا نزل 50% حجمه 50% هيدي شيء ما بيتصوروا عقل ديانا. اللي بدي اقوله الميليشيا ما فيها تضل حيت العقل الميليشيوي ما بيقدر يضل ديانا. لبنان لبنان صغير
يعني مش الصين الشعبية، عنا كل البرامج وكل الخطط وكل القدرات وكل الخلاقية حتى ننقل لبنان من محل لمحل. هي الإرادة السياسية وناقص الأخلاق. يعني هدول الأحزاب السلطة ما بيفكروا بناء دولة، ما بيفكروا إنقاذ الناس، بيفكروا تحاصصية طائفية حتى يضلون الناس عايزينهم. ليش على عشرات السنين ما بيعملوا تغطية صحية شاملة؟ ليش؟ حتى يضلون يربحوا جميلتهم ويروحوا عند الزعيم حتى يفوتوا على المستشفى. يعني الناس لازم يتحرروا، لازم نطبق الدستور، كمان نعمل برلمان خارج القيد الطائفي، إلى جانبه برلمان بيمثل الطوائف حتى نحمي من الهواجس، ونعطي فسحة أمل للناس، لأنه هلأ الناس بيتمثلوا طائفيا وبيفوتوا على المدرسة طائفيا وبيفوتوا بيشتغلوا طائفيا والبنك طائفي، وبعدين بتقولي لهم أنتوا طائفيين. لا، الناس مش طائفيين، النظام زاركون وحطتهم بعلبة طائفية، والدستور عاطي مسار، عاطي فينا نطبق الدستور إذا في نية. نحن التغييرية منفوت على البرلمان، منطبق الدستور، منعمل إنقاذ. منه صعب، في آليات، في خطط، في برامج، بس يوثقوا فينا ويعطوا يدلوا صوتهم وينزلوا بكثافة. ينزلوا بكثافة، هيدي رسالتكم المشتركة الموحدة من استوديو النهار الانتخابي. بآخر الحلقات، آخر حلقة مباشرة قبل دخولنا فترة الصمت الانتخابي واللي خصصناها والله نحن آخر شيء كنا لدائرة بيروت الأولى. ختامها مسك جدا. مهندس زياد أبي شاكر، سيدة ندى صحناوي، شكرا لوجودكم معنا. شكرا نيانا لإليك. وعلى أمل على أمل أن تهب رياح التغيير كما يعني حملت موشات النهار صبيحة اقتراع الدياسبورا المغتربين، التغيير يلي بليق بالشعب اللبناني، يلي بيشفي شيء من جراحاته، من عذاباته، من زله، إن كان بالطوابير، بالمستشفيات، بالحرمان من الأدوية السرطان وغيرها. مشاهدينا شكرا لكم، التغطية المستمرة للانتخابات 15 أيار المصيرية مستمرة عبر النهار، وهالحلقة بتقدروا تشوفوها على النهار.com وكل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.